اسأل ضيفك، تفضل. شكرا جزيلا مكي. كما ذكرت بطبيعة الحال استمعنا إلى رأي أهالي معتمديتي الحامة ومنزل الحبيبي بخصوص هذا المشروع الجديد، المدينة الصناعية البيئية المعلن عليها يوم أمس. اليوم باش يكون معنا في هذا التدخل السيد حبيب ثامر والي جابس. سيد الوالي الآن في معتمدية الحامة وفي معتمدية منزل الحبيب يتحدثون عن المقبولية المجتمعية التي لم تشتغل عليها كثيرا حتى يتم قبول هذا المشروع، لأن في رفض إلى الآن إقامة المشروع في هذه المنطقة. الحقيقة مشروع المدينة الصناعية الجديدة النظيفة والصديقة للبيئة هو مشروع ضخم، أكبر مشروع استثماري في تاريخ الجمهورية التونسية، قيمة تفوق 4000 مليون دينار. مش ممكن نركزوه بدون الاشتغال على المقبولية المجتمعية. احنا في الحقيقة ثم مقاربة تشاركية، ثم تجسيد للباب السابع للدستور، واحنا الاجتماعات اللي قمنا بها والجلسات مع مكونات المجتمع المدني مع كل المنظمات الوطنية الممثلة في جابس ومع أهالينا في جابس الحامة ومنزل الحبيب، هذه المقبولية المجتمعية ما زلنا نزيد ونشتغل عليها. وثم محاور المسؤولية المجتمعية كيف اللي هي موجودة في البلاغ الحكومي تاريخ 29 جوان 2017. الآن سيد الوالي سيد منجي ثامر، حصل الرفض إلى حد الآن، ماذا ستشتغلون في الأيام القادمة؟ الحقيقة ثم قبول واسع من أطياف عديدة في ولاية جابس، وثم بعض الأصوات طبيعة الحال هذا في إطار الديمقراطية التشاركية، مع أن حتى إشكال في هذا. احنا الوفد الوزاري أمس أعلن أن مكونات المجتمع المدني والمنظمات سيسافرون خارج أرض تونس للنظر وللوقوف على تجارب متقدمة في دول متقدمة جدا في احترام أعلى معايير السلامة البيئية لمثل هذه المشاريع. نعم. باش يسافروا ويشوفوا، وثم الضمانات من الحكومة ومن الدولة التونسية في احترام أعلى معايير السلامة البيئية لهذا المشروع الكبير. هو مصانع دون مداخل، يعني كل المكونات متاع المشروع فيها إعادة رسكلة وفيها تثمين، حتى بخار الماء يقع تثمينه. الحوار مفتوح، الحوار مستمر ومفتوح، وما ثمش حتى حل إلا الطاولة والحوار والمقاربة التشاركية. شكرا جزيلا لك السيد منجي ثامر والي جابس على هذه التوضيحات، ولك الخط مكي. شكر لك أيضا خميس بوبتان موفد الوطنية إلى ولاية جابس، وشكرا لضيفك أيضا والي جابس. نختم بموضوع الثقافة من مشاغل عموم الناس إلى مشاغل عموم الناس أيضا، لأن الثقافة ليست أمرا نخبويا كما يتصور البعض. دعوني أرحب بالشاعرة التي حلت بيننا الآن، ريم القمري، شاعرة أصدرت منذ أيام قليلة ديوان ما لم يقله الحلم. أهلا وسهلا بك ريم. عايشك، مساء الخير. هو الديوان الثالث إذا صدقني. صحيح، هو الديوان الثالث. هذا الديوان الثالث. خصوصية هذا الديوان ريم، ودعيني قبل الإجابة أذيع لك سرا، أنا مقصر مع الشعراء لأني شاعر وحتى لا أتهم بالانحياز، لذلك جبنا موسيقيين، جبنا برشا فنانين من مشارب مختلفة. أول مرة يحضر معنا شاعر أو شاعرة، وإن شاء الله معك أنت ندشنوا كثير من الضيوف اللي نحاولوا نسمعهم ونسمعوا شعرهم. ومهم نافذة الشعر في برنامج يومي يهتم بالشأن العام، خصوصية هذا الديوان ريم. هو في الواقع هذا الديوان كما قلت أنت عنوانه ما لم يقله الحلم، تم توقيعه مؤخرا يوم 24 نوفمبر. جاي في هو مجموعة نصوص صوامضة ونصوص قصيرة كانت على شكل أحلام، أنا اخترت أنها تكون على شكل أحلام، وبالتالي نبدأ بحلم البداية إلى أن ننتهي إلى حلم النهاية، يعني كلمة الحلم تتكرر في العناوين كلها. ماذا قال الحلم؟ خذ العنوان مغري، ما لم يقله، دعيني أسأل عما قاله الحلم. صح، في الواقع الحلم لم يقل إلا القليل، والقليل جدا، لأنه لو قال كل شيء لانتهينا. هذه القصيدة بالضبط، لانتهينا. الحلم يعني هو المحرك الأساسي في كل شيء، يعني المبدع لا يستطيع أن يكتب أو أن ينتج بدون حلم، وبالتالي نحن دائما في دائرة الحلم ونعيش القصيدة في الحلم. تبقى حلم غير مكتمل، غير مكتمل ولا نصل، يعني إذا وصلنا انتهينا.
نوعية القصيدة التي تشتغلين عليها عمودي حر ومضى هايكو قصيدة النثر قصيدة النثر، وأحاول أن أشتغل بنوع من النصوص يعني نفس الحديثي أكثر. هذا هو يعني سأحمل لك رأي بعض النقاد، مش عارف حبيب يتابع الحركة الشعرية والثقافية في البلاد يشطرني الرأي ولا تناخذ تفاعله فيما بعد. البعض يقول قصيدة النثر عكاز يتكئ البعض عليه، لأنه ثم قصيدة وثم نثر، حتى الاسم فيه تضارب يقول بعض النقاد، وهي خواطر أو أقرب إلى الخواطر، ويستحي صاحبه من أن يقول أكتب خاطرة، ويريد من باب الوجاهة أن يقول أنه يكتب شعرا. ما رأيك؟ لا، أنا لست يعني من أصحاب هذا الرأي. فلنترك التسمية، لا نقول أنها قصيدة نثر، لا نسميها قصيدة نثر. ما الشعري في قصيدة الشعر بدون ميزان بدون قافية، فيها صور بالتأكيد. فيها الصور المكثفة، الاشتغال على الصورة المكثفة، على الإيقاع، على الموسيقى داخل النص. ما الذي يضبط موسيقى الداخلية كما يقول نقاد القصيدة النثر؟ أكيد النقاد أدرى مني في تصنيف في هذا التصنيف. أنا في الواقع أكتب ما أحسه وما أريد أن أوصله، يعني أعتقد أنه هاي النوع من القصائد، قصائد نثر، هي قصائد حمالة لأفكار، لوجوه، لرؤية للوجود. فغنائية ما؟ طبعا، وهذا يكفيها أن تكون قصيدة، أعتقد يكفيها. حبيب، رأيك في قصيدة النثر بصراحة هو نقاش مش نخبوي، أما فيه اختلافات، ما رأيك أنت؟ هم اللي كتبوا قصيدة النثر وكانوا بدأت في الغرب أول طبعا، أول من بدأوا في كتابة قصيدة النثر بعد أن مارسوا التحدي فكتبوا العمودي وكتبوا الحر، وبالتالي يبينوا بالضبط القصيدة النثر والجراح. بالضبط، القصيدة النثرية أو قصيدة النثر هي التي تحافظ على جرسها بحيث تقول هذا شعر. ما اطلعتش على ريم إن شاء الله، ستقرأ لنا في ختام الحصة. أرجو أن تكون من الرائدات في هذا المجال. المشهد والصح تحب تجاوب؟ يعني نحن رأيه صحيح تماما، يعني رأيه صحيح، يعني أنه يكون فما إيقاع كما قلت لك أنا سابقا، فما إيقاع، فما موسيقى داخلية في النص، وفما صور مكثفة، وفي النهاية يبقى طبعا النقاد يقيمون والقراء يقيمون إذا كان هذا شعرا أو كان نصا مفتوحا أو كان ما هو. قدرة الشاعر على أنه يصنع الرؤية بالتاء والرؤية، يعني بمعنى أن يؤسس في نصه حالة من القول الذي يجعلك تكتشف بأنك أمام عالم. بالضبط، أنت تدخل لي عالم. فقدرة الشاعر على أن يرسم هذا العالم وأن يقنع بأنه عالم شعري، هذا هو الأساس. ثم الشعر لغة كونية، يعني هو لغة كونية، واللغة كائن حي، فلماذا علينا أن نكتب فقط مثلا قصيدة التفعيلة أو القصيد العمود ونقول هذا فقط شعر؟ لا، ما ثم رأي، هو لغة كونية صحيح ولا؟ لكن بالضبط أنا في دواويني لا الحقيقة لم بالضبط حبيت نسأل، لأنه هي لغة كونية صحيح وتترجم، ونحن أخذناها عن الغرب، نحن أخذناها عن الغرب شعر النثر، لكن الشعر يسمى ديوان العرب عند العرب، وهو مفخرة العرب، يعني هو باللغة العربية الميزان ضروري، يقود النقاد المتعصبون على الأقل لهذا الأمر. صحيح. يعني ممكن لشاعر عربي أن يتخفف من مقولة أنا شاعر ديوان العرب ويجب أن يكون موزونا مقفى وبقافية؟ يعني أنا شخصيا لا أحب هذه القوالب الجامدة، أنه يجب أن يكون هكذا ويجب أن لا يكون هكذا، ولا نستطيع أن نتخلص هروبا مما يكون به الشعر شعرا؟ لا أعتقد بصراحة، والدليل على ذلك أنه الشعر الحديثي، ما يسمى بالشعر الحديثي أو قصيدة نثر، لأنه التسميات والتصنيفات عديدة، فاستطاع أن يفرض نفسه مش في هذه السنوات القريبة، يعني من فترة طويلة يعني. نعم، نحن في تونس اليوم حديث نتحدث، يعني جديد أن نتحدث عن قصيدة نثر يعني في المشرق. لذلك ركزت في النقاش مش على شخصك لأن تجربتي الشعرية في تونس معروفة، وإنما عن قصيدة النثر وهذا النقاش عموما. النقاش دائما هو يثار، يعني في كل مرة يثار. بعيد عن النقاش، يجب أن نسمع لك شعرا للسادة المشاهدين للذين لا يعرفون شعر ريم الجمري في ديوانها الثالث ما لم يقله الحلم. ستقرأ لنا قصيدة هي من قصيدة النثر من هذا الديوان، من هذا سأقرأ نص من هذا الديوان. خلي ملأ نسلم على السادة المشاهدين وأفسح لك المجال، أنه سنختم بموسيقى الجينيريك معكم معك مشاهدينا الكرام. الختام اليوم يكون شعرا، نسعى لأن نختم مرة بأغنية ومرة بقصيدة، وهذه محاولات قد نتجاوز بها ربما دقة الشأن العام والحديث في السياسة.
أكثر تفاصيل عن الشأن العام وكل الأخبار تجدونها في نشرة الثامنة مع زميلة ليلى الجوادي. ألف شكر وتحية على المتابعة، أسلمكم بين يدي شاعر وشاعرة. شكرا على المتابعة، ليلى دافية، وإلى اللقاء. تفضل ريم. أحلام الحياة، أنثر حنينك علي، أنثر حنينك علي، تفيض رغبة الحياة في جسدي، ما أتيتني إلا انتشيت، ما أتيتني إلا انتشيت زهرة يداعبها الندى. كلما التقينا في المنام، كلما التقينا في المنام، حدثتني عن مائنا المتدفق في الضلوع، عن حياة بدأناها من حطام. ما أغلقت باب نومي إلا فتحه اسمك وأشرق صوتك. قلت خذي صورتي، صوتي ما يفيض من حب في روحي، خذي جسدي العالي.